هذا وفي ظل استمرار الانتفاضة الشعبية الإيرانية ضد سياسة النظام التخريبية في المنطقة العربية، أعلن متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده مستعدة لتخفيض أو إنهاء ما أسماه الوجود الاستشارية في سوريا في حال شعرت بثبات نسبي هناك على حد تعبيره. هذا وتثبت التقارير الاستخباراتية والإعلامية أن الوجود الإيراني في سوريا يعد نموذجا حيا للتدخل الإيراني لتنفيذ أجندة تخريبية في المنطقة العربية ضمن مشروع توسعي كبير. ويتزامن تصريح الخارجية الإيرانية مع مطالبات شعبية وهتافات أثناء الاحتجاجات الداخلية التي تعصف بالبلاد، تطالب بخروج إيران من سوريا والتركيز على مشاكل البلاد الداخلية، كما طالبت الولايات المتحدة بإخراج ميليشيات إيران من سوريا. ولم يوضح المتحدث طبيعة الوجود الاستشاري الذي سيخفض، حيث يتعدى الوجود الإيراني في سوريا مبدأ الاستشارة إلى القتال وتنفيذ خطط التفريغ الديموغرافي في عدد من المدن السورية خدمة لمشروع إيران التوسعي.